هل أسباب التأخر والمماطلة ربما الأمريكية في المضي في هذه الخطوة، هل ترجع إلى مناخات وعناصر سودانية لا تزال غير حاضرة وغير مهيئة بعد؟ طبعا الجانب الأمريكي هو الذي لديه الإجابة الأكيدة على هذا السؤال، ولكن بالفعل هناك واجب منزلي كبير للحكومة السودانية، حكومة السيد حمدوك، لابد أن تقوم به حتى تعزز الثقة في الدولة السودانية وأنها فعلا جديرة بالمساعدات، يعني فضلا عن مشكلة العقوبات الأمريكية، الاقتصاد السوداني المنهار حاليا، وكما قال السيد حمدوك نفسه، يحتاج على الأقل إلى تدفقات مالية تصل إلى 10 مليار دولار حتى يثبت السودان أنه جدير بمثل هذه المساعدات. لابد أن تحدث إصلاحات جذرية على مستوى الجهاز المصرفي السوداني الذي خربه النظام السابق وجعله غير فعال. هناك إصلاحات جذرية على مستوى الخدمة المدنية، لابد أن تتطور الخدمة المدنية في السودان إلى اتجاه النزاهة والكفاءة، وأن يتم تنقيتها من العناصر التخريبية المنتمية للنظام السابق والتي ما زالت تعمل على إفشال الفترة الانتقالية. حتى تنجز كل هذه المطلوبات الضرورية، وهذه المطلوبات هي التي تقنع المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي بمساعدة السودان. ولكن هناك أيضا إرادة سياسية لابد أن تتوفر للمجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي لدعم السودان كدولة مهمة جدا للاستقرار في هذه المنطقة. والوضع السياسي الآن في منتهى الهشاشة بسبب الأزمات الاقتصادية الضاغطة، فإذا كانت الدول الداعمة للعملية السياسية في السودان تريد فعلا أن تنجح الفترة الانتقالية، لابد أن تترجم ذلك إلى مساعدات جدية للاقتصاد السوداني. طيب، لكن سيدة رشا، هناك لا شك أسئلة كثيرة تنتظر إجابات أمريكية. الطرف الأمريكي الغائب عن هذا النقاش، نحاول أن نرى تصوراتكم وأرائكم حول هذه القضية من وجهة نظر سودانية، بالعودة إلى ما أشرت إليه من وجوب حضور إصلاحات في الداخل السوداني على أكثر من قطاع مصرفي أو غيره، ما أشار إليه السيد مهدي من قضايا تتعلق بوجود السلطة العسكرية بالحكم، بغياب المجلس التشريعي وببقايا النظام السابق. هل نفهم سودانيا بأن هناك ربما قدر ما من التفهم للموقف الأمريكي المتأخر في رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب حتى اللحظة؟ طيب، بالنسبة للنقطة الخاصة بوجود المكون العسكري في السلطة في السودان، الولايات المتحدة الأمريكية هي التي قالت أن الأمور في السودان يجب أن تمضي إلى تسوية وإلى حوار مع العسكريين، فلا أظن أن هذه النقطة هي التي تقف عقبة أمام رفع العقوبات. ولكن اتخاذ القرار في مثل هذه الأمور لابد أن يأخذ دورته ويأخذ وقته. ربما الأمور في السودان الآن هشة جدا، المستقبل حتى الآن في السودان يعني مفتوح على احتمالات كثيرة. الآن الشعب السوداني تحت وطأة ضائقة معيشية، وربما مصطلحات ضائقة معيشية وأزمة اقتصادية لا تفي بالغرض في وصف الحالة الصعبة والوطأة الثقيلة التي يعاني منها الشعب السوداني. في ظروف كهذه لابد أن يقدم المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي الدعم لإخراج السودان من الأوضاع الخانقة الآن، لأن هناك من يعمل على الأرض لاستغلال كل هذه الظروف لتهيئة الأرضية للقبول بالتحركات الانقلابية الإسلاموية التي يعمل النظام السابق عليها بمثابرة يحسد عليها. فالوضع في السودان ما زال هشا، ما زالت هناك احتمالات للانتكاس، فما لم يتم إنقاذ الأوضاع بوسائل عملية وبإجراءات عملية
نرى ثمارها سيكون المستقبل مفتوح على الاحتمالات السيئة بكل أسف.